هذه الوقفة جاءت بناء على الدعوة التي تقدمت بها الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بناء على بعض القرارات التعسفية اللي اعتبرناها تعسفية في حق أطر النساء ورجال الصحة، وذلك بمنعهم من الاستفادة من العطل السنوية التي كانوا كيتوقع الإخوان أنه غير يخرجوا واحد شوية يرتاحوا حتى هما ويرجعوا، فإذا به كنتفاجئوا بقرار تعسفي اللي خرج بشكل فجائي ودعا لأنه نساء وجه الصحة يرجعوا في واحد مدة 48 ساعة. الإخوان ديالنا عايشين في واحد الأزمة كبيرة داخل القطاع، لأن الإخوان كيتقاتلوا كيدوا ما أقصى في جهودهم وعطوا الغالي والنفيس. كتعرفوا أن الجائحة هذه كانوا الممرضين الأطباء والممرضين الإداريين في الصفوف الأمامية للمواجهة الوباء. كنا كنتظروا على الأقل يكون واحد اعتراف من طرف هذه الوزارة هذه بهذه المجهودات الجبارة اللي كيقوموا بها. الإخوان وصلوا لواحد النقطة اللي ولاو ما قادرينش يكملوا، ولاو كيقولوا أنهم يخرجوا يرجعوا واحد 10 أيام ويرجعوا يخدموا، الواجب الوطني غير يديوه، غير لأنه وقع واحد الإشكال كبير أنه كاينين الإخوة بعض الإخوان اللي استافدوا في المرحلة الأولى من هذا من أن صدرت الوزارة واحد البيان اللي عطات فيه منحة الرخص السنوية للإخوان لمدة 10 أيام، فإذا به كنتفاجئوا على أنه كيجي داك القرار كيمنع هذا القرار اللي خرج الاول، اذا نسقوا ناس استافدوا من العطل السنويه وناس اخرين ما استافدوش. لهذا الاخوان ديالنا انتم كتشوفوا شاركوا في هذه الوقفه هذه وكينددوا بهذا القرار التعسفي اللي كنتمناو انه السيد الوزير يتراجع على القرارات هذه ويخليوا الناس يمشيو يرتاحوا ويعشوا يديو الواجب ديالهم الوطني في احسن الظروف. وكنتمناو على ان الوزاره تعترف لهاد الناس بهذه المجهودات ديالهم، راه ما كاين لا تعويضات لا ماديه لا معنويه، يعني الاخوان كينتظروا واحد القليل القليل من الاعتراف من طرف هذه الحكومه المغربيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.